دراسة. تخيل بعد كل هالدراسة تدخل بتاخذ لك بريك خفيفة فيفا تطلع لك بعد دراسة. اي نعم، هاي اللي بصير في حلقة اليوم. معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا الدرافت الدراسة. خلنا اشرح لكم الفكرة لان شوي غبية. حبيب اللي تشوفونه هنا عنده امتحان نهائي باكر، بس فكرنا لا لازم انزل حلقة. فالحبيب بياخذ الاوراق اللي لازم يدرس منها وبيفتحها وبيشوف رقم الصفحة، ورقم الصفحة هو الرقم اللي بنختاره. فمثلا طلع عندي الرقم 54 واللي هو رقم 5 و4، فبختار اول رقم اللي هو 5. المهم بدون ما نطول اكثر، يلا خلينا ندش الدرافت. الله يسر الله يسر، يلا ندش الدرافت. التشكيلة انا بختارها من نفسي، ما بسوي هاي الطريقة، بختار هذه التشكيلة اتوقع افضل واحدة فيهم. نبتدي بالكابتن ونشوف الكباتن الموجودين. أبي رقم 5، خلنا نشوف. يلا ناخذ الأوراق كذي، يلا خلنا ناخذ الأوراق كذي. هذه الصفحة رقم 44. خلنا ناخذ رقم 4 فابريغاس. لا أخذ واحد فيهم، مو مشكلة نروح حق المهاجم. أتوقع ما بسوي حق الفريق بكبره لأن ما تفرق يعني مين تختار، فبختار أي واحد على كيفي وبختار هاي بس لأنه فرنسي. يلا خلنا نشوف، إذا طلعوا لاعبين خرافيين هني نسوي الحركة. فمثلا ذرين عادي تاخذ لك أي شيء، باخذ لي بس كذي يعني. خلنا نشوف جناح اليسار، أبي رونالدو. أوكي حين لازم نسوي الحركة. أبي مين؟ كوتينيو انتقل برشلونة، ما نبي حتى لو حصلناه. نبي نيمار حبيب القلب أو سانشيز. يلا خلنا نشوف. زين بسم الله 45، فبعد بناخذ رقم 4 اللي هو نيمار. ممتاز، يمكن أحسن واحد فيهم. ممتاز، ومن الدوري الفرنسي فيشبك ويا مهاجمنا. خلنا نشوف النص مين نحصل. لا لازم نسوي الحركة. الرقم هو 38، فبنختار رقم 3 وهو اللالانا. ما اتوقع ينفع نوعا ما عشان يشبك يا فابريغاس. اوووه ابي بوجبا. بوم نبي بوجبا. يلا رقم 3 الحين. ها 6، ما في 6. فخلنا نسوي بعد مره 7، ما في 7 يا ناس. نشيك 3 الرقم. اوه 3 يعني بوجبا. وين؟ ايه 3 حلو، يعني نحصل بوجبا اتوقع افضل واحد حاليا من الموجودين. ابي رقم ثلاثة. 45 فبناخذ 4 واللي هو فيدال. يلا يا فيدال حياك الفريق. نوعا ما يشبك نوعا ما. خلينا نشوف قلوب الدفاع، ما اتوقع ما يفرق معي. 4 الرقم اللي طلع هو 4 نفس ما تشوفون واللي هو كيهن. حلو يشبك ويا فابريغاس. ممتاز، ابي رقم 3 وبيطلع لنا 2، بنختار بيري. يلا يا بيرين حياك في الفريق. نبي فالنسيا واللي يخليكم رقم 5. يلا بسم الله 45، بناخذ 4 واللي هو نسينا. ينفع ما اعرف اذا بلعب نيمار مهاجم ونسينا ارد اخلي جناح، ما اعرف. اتوقع الونزو يمكن يكون افضلهم رقم 5 اتوقع. يلا بسم الله رقم 5، حلو ممتاز. ناخذ الونزو، اتوقع بيكون افضل من بيرتراند ومري شو اسمه ومرمين اللي بعده بيكون. اوه ابي 2 أو 5 واللي يخليكم يا اوراق الدراسة. 2 أو 5 الله يستر. لا ليش تعطوني رونالدو؟ خل احاول اوصل شيء في الدرافت، مو من اول مباراة اطلع. يلا البس وما اعرف شلون بخليه في الفريق، ما اتوقع بخليه في الفريق اصلا. ابي حارس زين بدل عندي واللي يخليكم. ابي لوريس بيكون ممتاز رقم 3 بسم الله. وين الرقم؟ لا ما رضى يبين الرقم او لا. الرقم 5 ابي رودريغيز من دلين او فليني. بسم الله رقم 1 ممتاز، حصلنا رودريغيز بيكون بديل ممتاز اخليه في الفريق. مركز اللي بعده بايل 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 بايل. يلا اللي بعده بعد بايل 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 بايل. كنت باخذ هولي بالغلط. يلا اللي بعده. خلصنا فريقنا وتبلش الدراسة، ما منك أي فائدة حتى في اختيار فريق، ما ضبطتني الدراسة. يلا عشان أروح أدرس عقب. 84 الريتنج، 97 الكيمستري، سيء. خلنا ندش أول مباراة، والصراحة صدق بنصدم إذا قدرنا نطوف أول مباراة بهالفريق، بس أول مباراة. بسم الله المباراة الأولى، ويا رب ما نخسر من المباراة الأولى.
يا جماعة أنا بس قاعد أشوف دفاع ما قاعد أشوف هجومة، كأني مغطي النص الفوق وقاعد طالع تحت. أخ شو بطوفهم يعني صراحة، إحنا كنا محظوظين حصلنا لاعبين زينين ممتازين، رونالدو وبيل وفالنسيا إنفور مارشن، بس ما حصلناهم في النهاية. أتوقع رودريغيز بلعبه جناح ونيمار بيبقى مهاجم عشان أقدر أجيب إنسينيا هني، وخيمينيز بلعبه مكان فيدال. خلصنا كل تبادلين له، بس لازم نرجع الفريق سيء حاليا. الله يستر ابي افوز المباراه، بس هدفي افوز المباراه بس. لا 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 عند مبابي يا ناس. اوه ابي باس واحد صح، بس باس واحد صح، بمسخر فيني يا ناس. تعيب انا بدي باس لا ابي حق بوبا، ليش باساتهم غلط؟ حلوة يلا يا نيمار. لا المدافع حط ريله في اخر لحظة، والله قاعد تجينا فرص، مو اللي مثلا ما قاعد تجينا فرص، قاعد تجينا فرص. كذي كومباني سهل، كومباني مو بسهل. يلا يا جيمس، اي سجلها يا جيمس. خلص الشوط الاول وكان عندنا فرص، صدق كان عندنا فرص وبدينا نلعب عليه، بس للحين 0-0 باذن الله الشوط الثاني. لا ما يصير يقطعها من تحت رينا كذي، قلنا ميسي بس مو طقه. هاي ميسي لو جايبها يثبت لك ان هاي ميسي. شوفوا اللاج يا جماعه، شوفوا اللاج، شنو اقدر اسوي انا بهاللاج؟ شنو باص واحد مو قادر امشي والله. حلوه انتنيه العبها. لا شلون صدها؟ والله شلون قاعد تطيح الفرص؟ والله حرام، وايد اخطر منه احنا، وايد اخطر منه. بوم! لا شلون قاعد تطيح الشوتات؟ والله قاعد تلعب يا بوكبا، قاعد تلعب بس مو كذي. حلوه، روح نيمار، انت اسرع منه. حلو؟ لا شلون بيلي يلحق على نيمار؟ حلوه نيمار، بيلي قوم شيل ريلك، خلاص والله خلاص، ذبحوني دفاعهم. بنروح اشواط اضافيه انا صدق، بنروح اشواط اضافيه مع هاي اللي ضدنا، ما عنده فرص. اخ وايد ضيعوا فريقنا، وايد ضيعوا. مشكلة ما عندي تبديلات اسويها، فما اعرف شو اسوي صدق، ما اعرف شو اسوي. لا صدها الحارس. اخ لا حرام على هالصده، والله ما توقعته، حتى قاعد اطقطق اكس انه بس يعني خلاص جول. لا لعب عليه الخصم، يستاهل جول صراحه، يستاهل جول، مع انه صدها الحارس وفاجئني صراحه، ما توقعت بيصدها، بس يستاهل جول الخصم اللي ضدنا. فريقي تعب وما عندي احتياط اسوي فيه شيء. وهلا روح يا سينيا، يلا. لا ليش اللون ضعيفة شوتك؟ ولا ينطفون دفاع. لا مو كذي، والله حرام. الطف من تحت ريل المدافع، والمدافعين مستحيل الطف من تحت ريلهم، ليش بس انا هاللون؟ والله مباراة نرفز، قلت لكم بتمسخر انا من البداية، قلت لكم عارف انه بخسر، بس ما ابي كذي اقول. يعني الجول الاول صدها الحارس وبدع ردات له، الجول الثاني طافت من تحت رين المدافع، ما ابي كذي اقول، على خليه بقول نفس الناس الطبيعيه. اي فاول. يا رب اقدر استعمل التكتيك ماله. المساء قاعد يكسر ترى، المساء بس اغلب لاعبينه يحصلون صفره، يا رب ما يعرف التكتيك، يا رب ما يعرف التكتيك. لالانا بس اللي هاي جولك، لالانا جول. حلو. يلا بعد تكتيك دائما ينجح، الا لو يعرف له يوقف شخص. حلوه، واللي يخليكم مرتده بعد، مرتده انسينيا ونيمار. اخ ضيعتها. كانوا 2-2، انا ضيعتها، انا فاشل، انا غبي، انا كل شيء. ليش ضيعتها؟ كان يمديني اسجل، كان يمديني اروح بلنتيات، اصلا الله كاتب عشان اخلص بسرعه واروح ادرس، يعني عشان ما اقعد اطول وافوز وبعدين المونتاج ايش طول يصير. يعني فاهمين؟ لا ترقيعة مشت ما
ما مشي. المهم هنيك وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى ما تقسم معي دعواتكم لي بالتوفيق، وباذن الله كلنا عندنا امتحانات واختبارات، اتمنى لهم كل التوفيق يا رب. اذا عجبتكم الحلقة او فكرة الحلقة اتمنى ما تقسم معي بزر اللايك، سبسكرايب، ونشوف حلقة ثانية.